بسم الله الرحمن الرحيم. وياكم عبد الرحمن عبد القادر، لاعب منتخب قطر احتياجات الخاصة، مشارك في 3 ألعاب، دفع الجلة ورمي الرمح ورمي القرص. في البداية ما كان عندي فكرة نادي احتياجات الخاصة، وعن طريق الصدفة دكتور محمد الزولي شافني وقال لي إنه في نادي مختص للألعاب الاحتياجات الخاصة، ومع الوقت بديت مع رياضة ألعاب القوة. في البداية هي اللعبة الوحيدة اللي كانت متوفرة في ذاك الوقت، وأنا حبيتها واستمرت عليها. من الصعوبات اللي واجهتها في البداية أدائي ما كان جيد مع التمارين، والتمارين الشاقة ومستواي تحسن وحققت أرقام أفضل، وفي النهاية مع التمرين جبت ميدالية آسيوية في دفع الجلة. إحساس إني بشارك في الدوحة في بطولة العالم إحساس جميل، وهذه يخليني أعطي كل شيء عندي لأحقق ميدالية في بطولة العالم في بلادي، وأنا أتمنى رفع اسم بلادي وأحقق ميدالية ذهبية، وأتمنى بقية اللعيبة يحققون ميداليات وأرقام جيدة. والبطولة تؤثر على جميع ذوي الاحتياجات خاصة في الشرق الأوسط وفي الوطن العربي بأكمله، ويزيد وعي الناس لرياضة الاحتياجات الخاصة، وتركز كثيرا على الرياضيين. بطولة العالم لألعاب القوى ستتحدى المستحيل.